اهلا وسهلا لك كريم بنات، لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ كلشي لاباس؟ شي والو؟ نتمنى ان تكون مستعدتك وما تدش على الهضره، البيت راه خاوي فيه غير الطوب. المهم شكرا بزاف ليكم على تعليقاتكم الزوينه، ولا ما عرفتش على هذا الفيديو متى غادي نحطه. المهم مالات انا توحشتكم بزاف، وما تنسوش ليا لايكات لهذا الفيديو لانه هو الفيديو سبيسيال الصراحه. الصراحه لان اليوم غادي نوريكم صالحك مزيان، واخا تعصبت وتفقست وبزاف تاع الحوايج. المهم انا غنذكرهم لك في هذا الفيديو، غنعاود لكم واش وقع ليا واش يعني بزاف تاع خصني نهضرها. المهم سمحوا لي، عرفتي كنهضر والهضره كدير كتردد ليا. المهم نتمنى يا ربي ما يكونش التردد كاين في الفيديو. كي قلت لكم ما شاء الله جات، كي قلت لكم الصاله داكشي اللي في مخيلتي الراس ديالي الطنطو ديال الراس ديالي تحط كما هو، يعني السباغة اللون تاع السباغة اللي كتباغا هو هذا. التوابلت هما ما شاء الله نجرته وتبارك الله عليه، دار لي طوب صحاح وداكشي زوين. السباغة اللون السباغة اللي فقصني صراحة ما نكذبش عليكم، وخا كي قلت لكم السباغ مهم، كان الطوب الاخرين اللي كان فيهم شوية تاع الخدمة خصهم يتحكوا من ديك السباغة اللي كانت فيها بيضة باش غيصبغ. غير هو حاجة وحدة اللي دارها، كاينين دوك العيبات اللي فوق من الفرماجه بحال محكو كيما تجي باقي حرشين، باقا واحد العيبه هنايا تاهي حرشه. المهم بزاف تاع الحوايج، وتصور والله القسم البنات الى ما كاينش كيصح ليا غتطلع لي الصاله غاليه بحق كيمشي ليكم، لان انا درت برايكم قلتوا لي رجاء طوابل زيدي عليهم، يعني طوابل ديولك زيدي عليهم باش تقام عليك داكشي رخيص. المهم انا تبعتك هضرتكم وتبعت الهضره ديال ماما تانية. المهم صدق بعدا الحمد لله، ولكن صدق غالي، يعني غالي بزاف. يعني كنت درت انا صاله بلا الطوابل اللي كانوا عندي غيبقاو ليا غالي بزاف بحال كل واحد. انا مكنتش كنصدق نقول كيقول لي شحال من وحده كتقول وانا تقامت عليا الصاله بجوج مليون، انا تقامت عليا الصاله بمليون، تقامت عليا الصاله عرفتي. كنت كنسمع ولكن الصراحه عندهم الصح، لان اللوح حتى هو يا غالي وداكشي. المهم كي قلت لكم الفرماجات كنت غندير غير فرماجه وحده، وصدق درت جوج ضروري صاله بلديه. انا ما نكذبش عليكم عزيز عليا صاله بلديه. المهم انا غنطور الكاميرا غنوريكم داكشي يا اختي يا اختي، داكشي زوين صراحه صراحه. ولكن بقى واحد الفكره ضاربه لي في راسي غنديرها ان شاء الله، الله يجبر الرزق. هذا الطوابل من بعد غندير لهم بحال الطرطاق اللي داير ليا هو هنا غليظ، هو تقريبا ديك الدكة غير دار فوق من العود، غتولي كونطرباك لي دايزة. فهمتوني كيفاش كي دابا خارج دابا حاليا، حيتاش ولاو هاد الشيء اللي ولاو كيديرو، كاين اللي كيدير كونطرباك بلا من هاد اللوح راه رقيق، كيكون مصوب يعني مصوب على النجار قادو ليك في اللون. ولكن خرجت واحد اللعيبه طاحت ليا فكره، غنشتغل من بعد دابا نوريها لكم. ها هي كاين هنا نوريها لكم، اذا نعطيكم فكره اللي بغيتو ديروا الطوابل ديالكم ديروا لهم ديك اللعيبه من الفوق. فهمتوا كيفاش؟ غير هي غتقول لك لا على حساب التهويه وداكشي، لا تقدروا ديك الكونتر بلاك اللي غادي ديروها تقدروا تقبو جوج قيبات ولا ثلاثه باش تبقى الطابله ديالكم كتهوى. فهمتوني هادشي اللي كاين. المهم انا غنقاد لكم الكاميرا، انا دابا عطيتها لكم، انا غنفسر لكم واش بغيت نقول لكم على الطابله، يعني نعطيكم فكره شي وحده بغات دير يعني تقاد يعني الطابله ديالها دير فيها ما يبقاوش بحال هكا بحال اللوح داير مصافي. فهمتوني؟ ما عرفتكم فهمتوني. المهم وضروري ضروري كتبوا لي في الكومنتيرات قولوا لي كي جاتكم. والله القسم الى يعني كان ديما هضرتكم يعني بالعين الاعتبار اي حاجه كنقولوا لي تبع كنديرها، والله الله الا نشكر لكم بزاف اللي خطيكم عليا وعلى كلامكم الزوين. ربي يحفظكم والله ربي يحفظكم. المهم قبل ما نطول عليكم دابا ندوركم واحد الطويره وقولوا لي كيجيكم هذا الشيء. والله الصراحه يا اختي الصاله البلديه لا يعلى عليها الصراحه الصراحه، كتعطيك واحد والله كتحسي بواحد اللذه ديال صراحه الصراحه، سيرتو كي يكون اللوح منقوش ماشي بحال اللوح السامبل. ولكن راه ما تنساوش درت انا اللوح يعني منقوش ولكن هذا سامبل، يعني ما درتش حيتاش النقشه
كتكون من ورا هذيك الكحوليه مش كتبان ناقشه، لا انا درتها بنفس اللون اللون في اللون، فهمتوني؟ المهم قولوا لي رايكم كي جاكم الفكره ديالي. المهم البنات غنبدا لكم من هذا الكوطي. المهم هذا الكوطي البنات هانتم على الصاله ما شاء الله اللهم بارك. المهم غنبدا لكم بعدا من هذا الكوطي. هذا الكوطي البنات كما كتشوفوا هنايا كي قلت لكم الصبيغ اش داير، هاد العيبات هادو بالضبط، هادو ما حكهمش خلاهمش باقين شويه حرشين، ماشي بحال هكا رطبين، خصهم يكونوا رطبين هذا فاش كيصبغ حتى كيحكهم مزيان، لا حرشين هادو كاملين حرشين. المهم ماشي مشكل عندي انا بعدا، المهم بعد راه يجيب الله الرزق ونعاود عاوتاني نعاود نصبغ، وخا الصبغه راه غاليه سيرتو في هذا اللون. هذا كي قلت لكم ما كيجيش من عند الدروغري، يعني راه كيجي كتمشي عنده هذاك السيد كيخلط، هو اللي كيخلط هو اللي كيصيب اللون كيخرج اللون بالنوامر، فهمتوا كيفاش؟ كل صباغه بالنمره ديالها. المهم وهنايا البنات النجار خلى لي هذه البليصه غندير فيها الدجاجه، واحد الدجاجه غنديرها في القهوه. المهم غنديرها هنايا باش ان شاء الله، المهم ندير هنايا شي ديكورات ولا هكا. وهذه خليتها سامبل، كنت في الاول غندير فيها النقشه ولا شي حاجه، قلت صافي خليها سامبل تجي زوينه صافي. وبالنسبه للنجار حاجه وحده اللي دارها ليا دار لي مشكله، نسى ليا الزواقه ما دارهاش ليا انا انتوما. دابا يلا ان شاء الله قال لي راه غادي نجي نصايب لك نصايبها ليك، المهم راه غيعاود يجي ويصايبها انتوما نساها. قال لي انت قلت لي راه هاد البلاصه واش خليتها سامبل، قال لي لا قال لي راني نسيتها صافي. المهم ماشي مشكل، واخا طلع لي الدم ولكن قلت لي صافي. قال لي صراحه درت فيه انا، قال لي حتى المورا العيد، قلت لي لا سمح لي، قلت لي كمل لي شغلي، لان انا البنات راني عطيتو الفلوسو بقى كيتسني حتى حاجه، يعني شغلي خاصو يقادو لي ياكم ولا لا. صراحه بقى فيا الحال وطلع لي الدم صافي، درت فيه واحد الدوره اش غنقول لكم. المهم ما علينا. وبالنسبه للطوابل تبارك الله دار لي الصح والعمل صراحه صراحه، كي داكشي كيتقنوا ما نقولش لكم. وكما كتشوفوا الزواق بالنسبه للصباغه جات، حيت درتهم درت حيت نورمالمون كيديروا داك الكحل، ما عرفتش كيديروا الكحل تحت من الزواقه باش كتبان الزواقه. لا انا لا قلت ليه انا صباغ غيصبغ ليا اللون في اللون، فهمتوا؟ ما بغيتش، بغيتو سامبل بحق اللون في اللون. وشو كي جاكم قولوا لي رايكم، صراحه جا خطير، انا عجبني جا صراحه زوين، عجبني عجبني بزاف بزاف. وبالنسبه اللي قلت لكم على البنات اللي عندهم بحال هادو ما بقاوش باغينهم بحالي انا، من بعد غادي هاد الكونت، هذه راه كونتر بلاكيه البنات، هذه كونتر بلاكيه غليظه، هذه هي اللي غنديرها ان شاء الله هنا، غنديرها في الطوابل كاملين يدوروا فهمتوني. وغادي ندير هكا تقيبات صغار، وحده هنا وحده هنا وحده، باش كتهوى باش كتهوى لك الطابله فهمتوني كيفاش. غنديرها بحال هكا، غتجي بحال هكا، غتجي على 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 طول الطابله حتى لتما، حيت حاليا يعني الطوابل ولاو كيديروا لهم كونتر بلاكي، ما كيديروش لهم هذا، كيديروا لهم كونتر بلاكي قاسح، وكيكون تما كتجي زوينه، وكيديروا فيهم هكا تقيبات باش كيتنفس، باش كتنفس يعني الطابله. المهم هذا هي الفكره اللي كنت انا يا طاحت ليا قلت انا نقولها لكم، نتوما يا اللي تبغوا يعني ديروا الطوابل يعني ديروا يعني هذا كونتر بلاكي، على ما تدوش عليا من كثره الفرحه. المهم كونتر بلاكي يعني ديروا على الطوابل. المهم انا هذه فكرتي نوصلها لكم وصافي. المهم ها نتوما كما كتشوفوا، بغيت نحيد لكم هذه اللعيبه. الله عرفتي واحد الشميشه يا سلام، البارح كانت الضبابه، تصوروا والله الا كانت الضبابه. هانتوما جات هكا عاوتاني من هنا البنات. بالنسبه لهنا كنت غندير فرماجه، كنت غندير ثلاثه الفرماجات، قلت انا ماني لحمت نبقى ندير في الفرماجه تبارك، عيا جوج وخليتها بحال هكا دايره بحال هكا صافي كما كتشوفوا. وجات هنايا هاد اللعيبه هنايا دايرها، في الاول ما كانوش جاو مقادين، تا
مشى عثمان قال لي راه جينا ركبناهم ولكن ما مقادين ما والو. حتى جا نجرهم واحد الجهه من هنا ومن هنا من هنايا صافي. عاد فاش دخلوا قد تقادوا لبعضياتهم وصافي. وهانتوما كما كتشوفوا الفرماجه كي جات، يا سلام صح. انتما غنوريكم الزواقه، كتعجبني هاد الزواقه، سيرتو هاد الزواقه خطيره خطيره، كتعجبني بزاف، كتجي في الطوابل كتجي خطيره. انتما بالنسبه للفرماجه البنات داك الغطا ديالها راه ما درتوش في ديك اللعيبه، راه كنجيو كنحطوها انتما شتو بحال هكا. هي كنجي كنحطو، ما بغيتش خفت ندير هذوك اش كيقولوا لهم، والله ما نسيت على سميتهم، بحال شكل ساقطات ولا مهم، هذوك ما بغيتش نديرهم. علاش؟ على قبل يعني خسروا ليا ولا شي حاجه، قلت اللهم نديرهم عاديا بحال هكا، نهزهم كيف ما بغيت ونحطهم كيف ما بغيت وصافي. الصلاه على النبي. المهم هادشي اللي كاين، المهم تقولوا لي رايكم. هانتوما اللي حاطه فيها الويفي. المهم صراحه حمقوني انايا، تبارك الله، حتى النجار صراحه دار لي داكشي صحيح، عرفتي سخفت. المهم تقول لي رايكم، بغيتي نحيد. المهم يا اختي هادشي زين يا اختي، والله الا عرفتي على الصلاح، سيرتو ملي كديري شي حاجه بالشهوه، يا سلام يا سلام. والله يا البنات عرفتي واحد الراحه، وانا كيعجبني الصلاه تكون بلديه. دابا انا كنفكر غير في الطلامط، هادو حطيتهم يتصاوبوا، حيتاش درتها على الحيف، هادوك حطيتهم يتصاوبوا خفافين، ومن بعد غادي نبدل هادو اللي عندي بثلاثه، غنبدلهم غندير نفس هادو، حيتاش هادو اللي دايره اللي درتهم خفافين. المهم ان شاء الله ملي غنصيبهم ونجيبهم ونوريهم ليكم. ايوا هادشي اللي كاين. المهم كي قلت لكم الطلامط اللي باقا غنشد، حيتاش انايا مصممه بغيت ندير انا الطلامط المبره، حيتاش المبره راكم عارفينها ما كديموضاش. صافي هادشي اللي كاين. المهم تقولوا لي رايكم، تقول لي رايكم انتم معايا صراحه. جو يا سلام يا سلام. اي لا سبحان الله، فرحان شي هادشي ديال الاكل ديال الدار داكشي، سيرتو راك عارفين العيالات عزيز عليهم بحال هادشي. الصاله يا اختي، صالتي صالتي. يا ربي بلاتي نشوفنا انتي يا اختي، انتي يا اختي بقى لي دابا الزجاجه ملي غدار عاد فاش غتبان، ومني غادي النقش تمايا داك النقش غيديروا لي تم، ديك الساعه عاد فاش غتبان الطابله زوينه. وما دابا راه ما باينش حيتاش ما فهمتوا، ما دايرش الجاجة باش غتبان. عرفتي تصوري جت البارح الفرماج حكيتو، جت واحد اللاطه ديال مطيشه ديال بيتزا صافي. غنوض ندير واحد المهم واحد هذا، انا مع صايمه عرفتي راه سخفانه، تصوروا سخفانه والله القسم يا البنات. عندي رمضان اليوم، غندير غير حرارة ديال الشوفان صافي، وغادي ندخل واحد العيبات غنصايبهم. المهم غنصايبهم معاكم ديال الكفته وهذا. ومشيت جبت الورقه ديك سميت عليه الخبز ديال الطاكوس غنصايبو. هذيك ديما انايا ما كتخطانيش من الدار عزيز على يحيى، ضروري خصني نصايبها ليه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم تقول لي رايكم. وباقا ان شاء الله شي تريه يا اختي، شي تريه وشي ديك هذا الريدو ان شاء الله، شي زريبيه. المهم باقي دابا انا اش غندير من ورا هادشي طلامط ياكم، من ورا الطلامط غندير الميده، حيت هو اللي غيصايب لي الميده. قلت انا غندير الميده، غنديرها شويه، غنديرها مربعه فهمتوني، ما غنديرهاش دايره. المهم تقول لي رايكم واش نديرها دايره ولا نديرها مربعه، لان ما عنديش لي سباس بزاف، كيبان لي غنديرها مربعه وتكون كبيره فهمتوني، مربعه تجي مربعه تجي زوينه الصراحه ياكم. المهم وغادي ندير جوج صندريات، صندريه وحده لهي صندريه وحده هنايا، بارك الله يجعل البركه باش كتجي مع الصاله ياكم. المهم
قولوا لي نتوما رايكم في الكومونتيرات. وهذا الشيء اللي كاين الزوينات غنمشي حتى سخفت ناري مع اليوم جاء صباح الحراره وفايقه بكري نمشي بعدا نقاد شغلي. باقي لي شي حاجه باقا ما مقادي عليا ديك الزعيطره معها كتعجبني كنديرها في الحشوات في بزاف تاع ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات عرفتي واخا خرجها مني السباغ والسباغ والنجار عرفتي تفقست قالت لي ماما قالت لي ومالك يا بنيتي على حالتك غترطق لك شي عرق قالت لي تصوروا والله القسم عرفتي تفقست ما نكذبش عليكم وليت نغوت بوحديتي معايا طلعت التليفون اش داروا لي وداروا لي وداروا لي واو تخاصمت معاه تما انت هو داك النهار داز عندي واخا جا يعني داكشي زوين وداكشي ويدور تما مسكين ويقول لي واش عجبتك الصاله ها قول لي واش عجبتك الصاله كيبرد فيا واش انا عجبتني ولكن راه خرج لي مرار سيرتو ملي قلت لي راه شوف اش درت قال لي قلت لي على تا فين كنت قال لي وهذاك اللي كيصبغ مالو ما قال لي قلت لي راه خدمتك هذه راه ماشي خدمه السباغ قال لي ديك السعي شافها يقول لي اش كاين واش غنقول لكم المعلميه الله يهديهم وصافي هذا الشيء اللي كاين الفقصة وصافي معاهم الا خصك ضروري ديما تحضي معاهم هادشي اللي كاين البنات المهم الزوينات نخليكم نمشي دابا بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الكبيدات ديالي ضروري كتبوا لي في الكومونتير وقول لي كي جاتكم الصاله يا اختي يا اختي يا اختي انا مابقيتش كنتشلخ يا اختي يا ربي يلا نخليكم ايوا البنات غادي ندير ليكيش بالكفته ديال البقري ليكيش هذا واحد السيد كيصاوبهم واعرين حسن من ديول المرجان البنات غزالين انتمايا كيحمقوا جبوني انايا المهم حاجه تاع الدار ماشي بحال المهم وغادي ندير ان شاء الله طاكوس المهم الخبز ديال الطاكوس ولكن ما غنديروش طاكوس مربع غندير واحد الشكيل غنديرو بالدجاج ودرت بصيلات هنايا طحنتهم الله ينفع عادني البنات هاد الماكينه غير خذوها بعينكم مغمضين هنا بصيلات المهم باش غنشحر الكفته ديالي وهذا والدجاج يحيى الله لقيتو ساله كان كيحفظو عثمان صافي هذا الشيء اللي كاين المهم انتوما معايا دخلوا معايا الكوزينه نتالي هاد الوينه هاد الشيء غنصيبو هنا فوق من طابله صالامونجي قاد هاد الشيء تشحر هذاك الشيء اللي غنديرو ان شاء الله والفرماج راه عندي محكوك وداك الشيء